أنعى فضيلة الشيخ محمد الفيتوري الطشاني رحمه الله، أحد علماء تاجورا وأحد الأعلام الكبار في البلاد الليبية. الشيخ محمد الفيتوري رحمه الله أسلم الروح إلى بارئها ليلة الأمس، ليلة 22 من رمضان لسنة 1444 للهجرة، وهو أحد المشايخ والعلماء المعمرين، فهو من مواليد 1935، ودفن بعد ظهر هذا اليوم. الشيخ محمد الفيتوري رحمه الله هو أحد خريجي الجامعة الإسلامية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي، قبل أن يلغيها نظام القذافي. الشيخ محمد رحمه الله تخرج في كلية الشريعة سنة 1966، وأعرف أو ما أعرفه أنه كان من ضمن دفعة من خيار المشايخ، بارك الله سبحانه وتعالى في علمهم وفي عملهم، فعظم نفعهم وعم أثرهم. فالشيخ محمد رحمه الله هو من دفعة الشيخ المهدي الشوماني رحمه الله من مسلاتة، والشيخ عمران، الشيخ الدكتور عمران العربي رحمه الله من مسلاتة، والشيخ الدكتور عبد السلام محمود أبو ناجي من الخمس رحمه الله، والشيخ علي عبد الله جوان من زليطن رحمه الله. ويعني حسب ما سمعنا مشايخنا أنه كان معهم شيخان تقريبا من مصراتة، أحدهما لقبه الشيخ أبو شحمة. ولم يبقى من هذه الدفعة من هؤلاء المشايخ فيما أعلم إلا الشيخ أحمد بن عمر الراجحي من مدينة القربولي، حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. فالشيخ محمد الفيتوري الطشاني رحمه الله يلحق اليوم بركب زملائه الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى إليه منذ سنوات. والشيخ محمد الفيتوري وإن كنت يعني لم أشرف بالتلمذة بين يديه، إلا أن أثره عظيم. وهذا الرجل يعني مما يحسب له هو صبره على إفادة الناس في العلم والتعليم، فالرجل لم ينقطع عن الدرس وعن إعطاء الدروس في المساجد حتى في الفترة المظلمة، فترة الثمانينيات وأواسط التسعينيات في عهد القذافي، الرجل لم يترك التدريس في خلوة الطشاني بجانب بيته إطلاقا، وهو من المشايخ الذين يعني امتدت دروسهم لسنوات طويلة جدا. وهذا الرجل أيضا رحمه الله كان يدرس في الكليات إلى آخر عهده، فأذكر أن في سنة 2014 و2015 كان يدرس في كلية العلوم الشرعية بمسلاتة، كان عمره آنذاك 80 سنة كاملة، ويأتي بسيارته من تاجوراء إلى مسلاتة، ويأتي للكلية ويحضر قبل الأساتذة الذين كانوا يقطنون بجوار الكلية. فاللهم ارحم عبدك الشيخ محمد الفيتوري الطشاني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله برحمته، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يغفر لنا وله أجمعين، وأن يجزيه عن العلم خير الجزاء، وأن يخلف فيه خيرا. فهذه البلاد يعني ها هم علماؤها يلحق الواحد منهم تلو الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مشايخنا وعلماءنا، فهم أصحاب الفضل علينا وعلى هذه البلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف فيهم خيرا، وأن يتقبلهم جميعا بواسع رحمته.